مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في برنامج أمراض في المجتمع. حديثنا لهذا اليوم عن واحد من أكثر الأمراض انتشارا في العراق والعالم، إنه التهاب الكبد الفيروسي. ما هو هذا المرض؟ وما هي مضاعفاته؟ وكيف نحمي أنفسنا من الإصابة؟ يشاركنا الحديث عن هذا المرض الأخصائي في أمراض الدم الدكتور عباس هاشم عبد السلام. الدكتور عباس حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص أمراض الدم، وهو زميل الكلية الملكية البريطانية وأستاذ مادة أمراض الدم في كلية المأمون الجامعة. أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله ضيفا عزيزا في برنامجنا. مساء الورد. بداية دكتور، ما هو التهاب الكبد الفيروسي؟ التهاب الكبد الفيروسي هو اسمه يدل عليه بصراحة، هو مرض فيروسي يصيب الجسم ككل ويصيب أيضا خلايا الكبد. الناس عادة تعرفه، يمكن حضرتك قلتها قبل اللقاء، تعرفها باسمه بوصفار، بس هو بالتالي بأكثر من نوع وأكثر من مسبب. فاللي نتكلم عنه أعتقد اليوم هو التهاب الكبد الفيروسي لسببه واحدة من الفيروسات المعروفة، فيروس A وفيروس B وفيروس C. يعني المهمات بالنسبة لنا طبعا فيروس B وC. عفوا دكتور، يعني أفهم من كلامك أنه عندنا أكثر من نوع من الفيروسات اللي تسبب هذا المرض؟ أكيد، هو أساسا أكو عدة أمراض تسبب لبصفار، اللي الناس تسميها كلمة عامة بصفار. حتى فقر الدم التحللي هو يصير عندها بصفار، أمراض كبد أخرى، أمراض سرطانية، انتشار أمراض السرطانية بالكبد، يعني ترسبات الثانوية الأمراض السرطانية وغيرها. بس أشهرهم وأكثرهم أهمية يمكن نتكلم عنها اليوم واللي تهم الغالبية العظمى من الناس هي التهاب الكبد الفيروسي، النوعين البي والسي، الباء والسين. كيف تحدث الإصابة أو كيف تصل الإصابة إلى الإنسان؟ بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي البي والسي، تحدث الإصابة بصراحة إما عن طريق علاقات جنسية غير شرعية، أو عن طريق نقل الدم أو مشتقاته، أو اللي هسه تعرف حضرتك المودة الطاشة، قضية التاتو الوشم، التاتو، وقضية أيضا ناس يعني تتجنب تتكلم عنها كثير، بس هي واحدة من أسباب انتقال التهاب الكبد الفيروسي اللي هي الحجامة. فتتلخص ما بين العلاقات الجنسية غير الشرعية إلى نقل الدم ومكوناته إلى التاتو وإلى الحجامة. ما مدى انتشار هذا المرض في العراق؟ بصراحة الفيروس هو منتشر أكثر مما الناس يعني تتوقع. النقطة وين؟ النقطة أنه ماكو خلينا نقول إحصائيات رسمية موحدة واضحة، وإنما ماكو بحوث متفرقة عادة، فالنسب بالبحوث تختلف. بس أقدر أكد لك أنه يعني من 40 أو 41 مليون عراقي، عندنا يعني أتوقع ما يزيد عن مليون مواطن مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي سواء البي أو السي. طبعا البي معظم الحالات هي بي، والنسبة الأقل هي سي، بس الرقم مو قليل. أكيد. هل يوجد علاج لهذا الفيروس؟ أكيد طبعا قبل العلاج أهم شيء هي الوقاية. يعني تعرف انت اذا اسمح لنا المرض ينتشر، ممكن الناس توصل مرحله تقوم تخاف. اذا اردت تروح طبيب اسنان حتخاف، لان قبلك احتمال بي. اذا تروح يم الحلاق حتخاف. فالفكره الرئيسيه هي بالوقايه، بتجنب العادات السيئه، يعني العلاقات غير الشرعيه، هذه اكيد هم محرمه دينيا واحنا في شهر رمضان، وهمات علميا هي ضاره بالانسان، هذه سبب مهم لانتقاله. التاتو يعني صح الناس تستخدم الاغراض يمكن تجميلية في بعض الحالات، يكونوا معذورين مثلا عنده فت تشوه أو فت حرق، بس ترى كثير من الحالات هي غير مبررة. يعني استخدام التاتو هو يعني فد نوع من الرفاهية أو شيء مكمل ممكن الاستغناء عنه. والحجامة أيضا هي سبب مهم لانتقاله. بصراحة عمل الحجامة صحية إلها مبرر، إلها وازع ديني، بس أكو بديل أفضل بزمننا هذا، اللي هو التبرع بالدم. فأنت المواطن السليم بدل ما يروح يسوي حجامة ويعرض نفسه لاحتمالية انتقال الفيروسات ويدفع فلوس حتى يسوي له الحجامة، يشوهوا له ظهره
عدة شقوق حضرتك شايفها. نعم نعم. الدم اللي حياخذوه من عنده حيشيلوه ويشمروه ما بي أي فايدة، يعني ما حد استفاد من عنده بشي. بصراحة ممكن يدخلون براسه فد معلومات علمية خاطئة، يقول يجون يحكون على إنه هذا دم فاسد، هذا دم هو ما لاكو دم فاسد ولا شيء، هو مجرد إن هم يسوون الشق بظهره، الجرح بظهره، فيطلع الدم بدون ما نعتخثر. حضرتك تعرف بدون ما نعتخثر الدم يتخثر، والدم من يتخثر يصير شكله شوية غريب. فهذا يقعد يحكون براسه فد حكي غير صحيح. وممكن أيضا يعني خلينا نقول يوظفون حديث دينية بغير مكانها الصحيح. صحيح هي اكو حديث تحث على الحجامة، ما هي بنفس المنطقة انت ممكن تتبرع بالدم، وبدل ما ابو الحجامة ياخذ منك 80 او 90 مل، احنا ناخذ منك بالتبرع بالدم 450 مل. يعني اذا حتحصل فائدة بالحجامة خلينا نقول واحد، حتحصل بالتبرع بالدم خمس اضعاف هاي الفائدة. فارجع واقولها لحضرتك، تجنب العلاقات غير الشرعية، تجنب عمل التاتو إلا بصراحة ممكن حالات إنسانية معينة ضيقة، تعرف هذا اللي عنده حرق أو عنده فد يعني تشوه خلقي معين. بحديثك عن الوقاية، هل تتوفر لقاحات مضادة لهذا الفيروس؟ أكيد أكيد موجودة ومتوفرة، ومن الضروري لكثير أشخاص بالعراق يأخذوها بصراحة. الشباب خاصة واللي يشتغلون بالمجال الطبي، اللي يشتغلون بالمختبرات، اللي يتعامل ويا السوائل البشرية بأي مجال كان، هذا ضروري ضروري ياخذ اللقاح. اللقاح موجود فقط للهيباتايتس بي فيروس بالعراق وبالعالم كله، متوفر بمراكز صحية، متوفر بمستشفى اليرموك، متوفر يعني بالمستشفيات الرئيسية، متوفر بمركز الجهاز الهضمي بمدينة الطب. أنا ما أخذ بمركز الجهاز الهضمي بمدينة الطب. مجانية هذه اللقاحات؟ يعني حتى لو يمكن فد باص بسيط أو مجاني ما أتذكر بصراحة، فشي جدا بسيط أو جزء مجاني والله، يعني بصراحة موضوع بفلوس أو مو بفلوس ما تعرف. أنا أخذت اللقاح قبل، أخذته بسنة 2017 فما أتذكر، بس أتذكر إنه كان بيدي فد وصل بصراحة. بس هل الوصل هذا يعني فلوس أو شيء، يعني ما عندي فد خبر واضح. الجرعة يأخذها خلينا نقول اليوم، هذا نعتبره دي زيرو، اليوم صفر، ويأخذها بعد 30 يوم من الجرعة الأولى أو الجرعة اللي بيوم صفر، ويأخذها بعد 6 شهر من الجرعة الأولى أو 5 شهر من الجرعة الثانية. خلص 3 جرع هذه توفر له حماية خلينا نقول يعني بصورة عملية لمدة فد 10 سنوات دكتور. طيب هل يحتاج الشخص قبل أخذ اللقاح إلى التأكد من وجود إصابة أم لا، أم مباشرة يأخذ اللقاح قبل حدوث الإصابة؟ يعني أنا أعرف أنه أكو إصابات، يعني أكو الفيروس يكون موجود بالجسم بصورة أو بشكل كامل، يعني ما تظهر على قدين نشط اللقاح ممكن في حال أخذه. لا مو نشط اللقاح، العفو، ممكن ناس تكون مصابة ومظهر عليها الصفار، مظهر عليها بصفار الجوندس اللي الناس تسميها بصفار، مظهر عليها ممكن ممكن هذا الشيء. بس بصراحة أعتقد التصرف الصحيح إنه الشاب أو الشابة من عرفوا نفسهم حيشتغلون بمجال طبي، حيشتغلون بمجال بتعامل ويا سوائل بشرية، بمجال احتمالية الوخزات بالإبر، فالمفروض يتوجهون يأخذون اللقاح. بالنسبة للهيباتيتس سي ماكو لقاح، ماكو إلا لقاح بالعالم كله، ولكن والحمد لله خلينا نقول بآخر يمكن سنتين ثلاثة أربعة طلع له علاج شافي، علاج يشفي تماما. العلاج يتراوح حسب الجينوتايب، حضرتك تعرف الهيباتيتس سي أعتقد ب 7 جينوتايب، 7 أنواع وراثية خلينا نقول، من تايب 1 إلى تايب 7. أعتقد بالعراق إحنا الأنواع المشهورة عندنا يمكن هي النوع الأول والرابع. موجود إلى علاج، والعلاج يشفي. مشكلة العلاج بصراحة إنه هو غالي، بعده غالي جدا. أول ما طلع كانوا يتكلمون عن دفاتر كثيرة للمريض الواحد، حاليا أعتقد أنسب بكثير، بس استل هو غالي، يجي بالمراكز بالدولة بس ما أعتقد بكميات يمكن تغطي كل اللي يحتاجوه دائما. يعني ممكن انه المريض يحصل هذا العلاج على نفقه الدوله؟ اكيد اكيد اكيد. نعم. موجود هذا العلاج يعني. اكيد تجيب الدوله. نعم. بس اذا حب مثلا ما ينتظر السره، او حب ما ينتظر يعني الان، ممكن يحصل عن طريق المراكز الرسميه، ممكن يشتري. وش رايته مو رخيصه؟ هل هناك ابعاد او خطوره مجتمعيه اذا كان احد افراد العائله مصاب بهذا المرض؟
أكيد دكتور، أكيد أبعاد الاجتماعية رهيبة. يعني تتخيل زوج يصاب بالهيباتايتس أو زوجة، أنا هسه ببالي فتحالتين الزوجة هي اللي انصابت لأن هي كانت تعمل بمجال يعني طبي، فبالتالي نتيجة الوخز بدم ملوث انصابت. أبعاد الاجتماعية كلش كبيرة، لأن هذا الزوج لازم تبلغه ولازم تفهمه أنه ممكن بالعلاقة الزوجية بيناتهم ممكن ينتقل له. فبالتالي تخيل يعني علاقة زوجية يعني شو حيكون وضعها، اللي الرجل يعني ما يقدر يقترب من زوجته. ممكن أن ينتقل أيضا عن طريق اللعاب أم لا؟ عن طريق الدم عادة، وعن طريق العلاقات الجنسية. عن طريق اللعاب ذاك اللي ينتقل أكثر هو النوع الأي أو الأليف، وذاك النوع بصراحة مجرد يعني خلينا نقول أبو صفار حاد لفترة قصيرة، نحول أبو صفار يصعد عنده ويختفي. يعني النوع أي كأنه نقدر نسميه هي إصابة حادة تظهر على فترة مؤقتة معينة وعادة ما لها قيمة، بينما البي والسي دكتور ممكن ينتهي بتليف الكبد بالسيروسيس، ممكن السي خاصة ينتهي بسرطان الكبد بالهيباتوسيلر كارسينوما. فبالتالي تبعاتهم ممكن تكون العفو تبعاتهم ممكن تكون خطيرة. ومثل ما حضرتك يعني سؤالك كان جدا مهم ولطيف، ممكن لها تبعات اجتماعية مهمة بالعلاقات الزوجية. تخيل ممكن ناس يعني بعد ما تقدر يعني تنتهي العلاقة الزوجية بيناتهم، وممكن بصراحة بعض الناس حتى أنا شفتها رغم أنهم موظفين بالمجال الطبي خلينا نقول، قاموا يتعاملون ويا واحدة من البنات هسه تذكرها وكأنه العفو يعني شلون استخدم في الكلمة لطيفة، وكأنه هي شيء مو نظيف، يبتعدون عنها حتى بالأكل والشرب رغم أنه ما ينتقل هو عن طريق الأكل والشرب، بس يعني تعرف بشر خوفا على نفسه وصحته. فتخيل انه ممكن حتى تصير لك عزلة اجتماعية حتى بين زملائك واصدقائك، فإنها تبعات اجتماعية يعني كبيرة بصراحة. طيب بكلمة اخيرة دكتور، ماذا تنصح المواطنين بخصوص هذا المرض؟ يعني اكيد الالتزام بتعاليم ديننا السمح، هذه يمكن تجنبنا هواي امور، بس انه نلتزم بديننا. واكيد ممكن يعني واكثر الناس الحمد لله عندهم في الدرجه عاليه من الانسانيه، ممكن التوجه المصارف الدم والتبرع بالدم، وهذا حيخدم الناس. هم تبرع يعني يكون مجاني، ماكو اي تشويه للجسم، ماكو احتمال 0% مستحيل ان نقل له اي فيروس، وحيخدم الناس. وما تدري احنا بشهر فضيل يجوز رب العالمين يعني يرحمنا ويدخلنا الجنه بجاه يجوز بشر أنقذناه وإحنا يجوز ما ندري به. طبعاً الابتعاد عن الوشم قدر الإمكان، يعني أنا أعرفه ممكن تكون مودة مغرية لبعض الشباب، بس يعني ممكن ترى الثمن يكون غالي. الدكتور عباس هاشم عبد السلام، رمضان كريم وشكراً جزيلاً على هذه المعلومات. شكراً جزيلاً دكتور، ممنون جداً. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقات جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.